بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. أرحب بجميع الحاضرين ونستعرض بعض النقاط قبل بدء جلستنا ونفتتح جدول أعمالنا. شكلنا لجنة عليا برئاسة وزير الصحة لمتابعة الوباء أو الفيروس اللي ينتشر اليوم في الصين وينتقل إلى بلدان أخرى، واتخذنا كل الإجراءات اللازمة، والآن اللجنة العليا تتابع من لوجستيكيات إذا طلب الأمر نقل عراقيين من الصين إلى العراق أو إلى أي مكان آخر. وزارة النقل توفر هذه الأشياء، المختبرات اللازمة سواء داخل العراق أو خارج العراق أيضا تم تشخيصها، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، منظمة الصحة الدولية، كل الإجراءات الأخرى المرتبطة بهذا الأمر كلها تم اتخاذ إجراءات على مستوى عالي، وكل الدوائر المختصة، المنافذ الحدودية، المطارات، الموانئ دخول المسافرين من الصين أو عن طريق ثالث جايين، أيضا الإجراءات قبل الوصول إلى الختم والجواز، أيضا الفحص المطلوب وكل ما يتطلب هذا الأمر. الحمد لله إلى حد الآن ما عندنا أي حالة في العراق. المسألة يجب أن لا تثير القلق، الوضع مسيطر عليه تماما، لم نسجل أي إشارة. الشركات النفطية أيضا العاملة في العراق، كثير من الصينيين ذهبوا إلى عطلة الربيع ويرجعون، احنا باتصال مع سفارتنا في بكين وأيضا مع السلطات الصينية ومع منظمة الصحة الدولية لمنع تسلل هذا الوباء، هذا الفيروس إلى العراق. فكل الإجراءات الحقيقة متخذة ونتابعها يوم بيوم، واللجنة في انعقاد دائم، ليست لجنة طارئة وانتهت أعمالها وسجلت، هي تتابع هذه الأمور بشكل واضح. وزارة الخارجية، كل الأطراف، المنافذ، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة النقل، هلال الأحمر، كل الأطراف اللي لها علاقة بهذا الموضوع مشتركة في هذه اللجنة على أعلى المستويات، وتبحث الموضوع أول بأول ونتخذ القرارات أيضا بشكل سريع حتى نعالج هذه المسألة بالطريقة المناسبة والصحيحة بدون إثارة قلق أحد. الإجراءات وقائية، وإلى كما ذكرت وأؤكد عليه، ما عدنا أي حالة إصابة، ما شخصنا أي إصابة داخل العراق، وإن شاء الله نبقي العراق نظيف من هذا المرض. الموضوع الآخر هو موضوع المظاهرات. حثت نقلات حقيقة جوهرية في مسألة المظاهرات، وإحنا نريد حقيقة نحمي المظاهرات السلمية حماية كاملة، ونريد ندرأ الأضرار اللي تسبب من المظاهرات غير المشروعة العنفية، اللي تغلق المدارس بالقوة، اللي تغلق المصالح بالقوة، اللي تغلق الطرق بالقوة. هاي مظاهرات ما مقبولة في أي مكان في العالم، هاي مو مظاهرة سلمية. يعني اليوم لما نقطع طريق البصرة بغداد أكثر من 10,000 شاحنة تتعطل. طيب تصوروا 10,000 شاحنة شو تمثل من مصالح؟ طيب هذول هل نسميهم سلميين ذولا؟ ويستخدمون القوة والحجارة والضرب والاشتباك مع القوات الأمنية. حتى مع دولة نتعامل حقيقة بالأبوة، ونحاول أن نكون ناصحين لهم ونسمح لهم بالعودة إلى أماكن التظاهر المخصصة وعدم الخروج منها، حتى يسمعون رأيهم، حتى يضغطون على الحكومة لا بأس، يضغطون على الرأي العام لا بأس، ما عندنا إشكال. لكن أن تأخذ الأمور طابع قسري عنفي، أبواب تلحم، مثلا أبواب مدارس تلحم. مبارحة مثلا احنا عندنا عند الخلان، يعني هالمنطقة، 7 أصيبوا بجراح، قسم منهم يعني جراح حرجة بقنبلة هجومية.
مسجل العملية كيف أديرت مسجلة. طيب هذولا نتعامل معهم بشكل سلمي، فنحن نرجو من إعلامنا، نرجو من الإعلام الأجنبي، نرجو من الدول الصديقة أن تتعامل مع المسألة بالفرز بين حالات وحالات. لا بأس أن توضع الحكومة وقواتها تحت الرقابة وتكون هناك شفافية في محاسبتها، ما عندنا إشكال، لكن مع المظاهرات السلمية إذا كنا إحنا فعلا نتعرض لها، إما مظاهرات تستخدم العنف والشعب يطالب القوات بالتدخل لحمايته، إذن من يحمي هذا الشعب عندما تصير هناك نقاط لقطع الطرق حتى الموظف ما يوصل وظيفته، حتى الطالب ما يوصل إلى مدرسته، حتى الأستاذ ما يوصل إلى جامعته؟ طيب هاي تعطيل في الحياة العامة، من يتحمل مسؤوليتها؟ إذا الدولة ما تقوم بالإجراءات، من يقوم بالإجراءات؟ النقد سهل، أن يوجه لنا النقد هذا أمر سهل، كل واحد يقدر ينتقد، لكن أن تتحمل مسؤولياتك هذا أمر صعب، وواجب الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها، أن تحمي المتظاهر السلمي، أن تحقق إذا صار إجراءات تعسفية في التعامل مع مظاهرات سلمية ما نقبلها، لكن في نفس الوقت إذا كان هناك اعتداء على القانون واعتداء على النظام، طيب الدولة ليش موجودة لعد؟ ليش عندها أمن داخلي؟ ليش عندها قوات أمنية؟ هو توديهم للبيوت ويقعدون كل واحد بكيفه يستولي على أماكن يتصرف ويحرق وإلى آخره. إحنا ما ننكر أن أكو حالات اختيال خطف كلها مستنكرة وتتابع، من السهل معها؟ من يقول السهل معها؟ لا نحمل أشياء أو يقول علينا أشياء هي مو من أعمالنا، بالعكس إحنا نلاحق. لكن كما شرحنا وذكرنا مرارا الوضع في العراق شهد حالات من الفوضى لعقود طويلة، ولما كان أكو عشرات آلاف من قوات أجنبية كانت الفوضى أكثر وكان الخروج على القانون أكثر. فيجب أن نأخذ الأمور كما هي بموضوعية ونحاكم الجميع بما فيها الحكومة بشكل منصف وبشكل يقويها حتى تقدر تؤدي واجباتها، وإلا إذا كل واحد يريد يتكلم على هواء اللي ينسجم مع هواء سواء كان شرقي أو غربي هذا ما يسوي خرق وجريمة، والآخر كل ما يعمله هو خرق وجريمة ويجب أن يدان، هذا لا يقود إلى شيء، هذا يقود إلى التصادم والكل يخسر به، لا العراق يربح به ولا القوى السياسية ولا أحد يربح بهذا المنطق. البلد العراق يحتاج إلى تعاون وتساند داخلي وخارجي، والعراق كل ما يكون قوي وملف الأمني ملف المجتمعي ملف السياسي ملف الاقتصادي منظم، الكل يستفاد من العراق، الكل يستفاد، الشرقي والغربي والجار والبعيد والقريب يستفاد من العراق، لأن العراق لما يهدأ ويكون مسالم هذه النظرات من الهدوء والمسالمة تنتقل إلى الآخرين، والعكس صحيح. نحن نتأثر بالوضع في سوريا، نحن نتأثر بالوضع في دول الجوار، في إيران، بتركيا، بالسعودية، بالخليج، بالأردن، بكل الدول نتأثر، وهم يتأثرون بنا، لعل التأثر بنا أكثر. العراق بلد 40 مليون، العراق بلد يرتبط بعدد كبير من الدول المجاورة ومحوري، ويرتبط ببلدين كبيرين كتركيا وإيران وبمجموع الدول العربية، وفي حالات متنوعة داخلية مسلمة مسيحية شيعية سنية كردية تركمانية عربية ممتدة، هذا كله يؤثر، إذا هدأ العراق كثير من محيطه أيضا يهدأ. فأقول نحتاج إلى التعاون، نحتاج إلى المساندة، نحتاج إلى مساندة من مجلس النواب مثلا. زين نحن ما نجد هاي المساندة من مجلس النواب، بح صوتنا يا إخوان التشكيلة الحكومية حاولوا أن تنهوها بسرعة، لا يمكن ترك الأمور وبهذا المستوى من التعقيد والصعوبة لحكومة تصريف أمور يومية. حسموا موضوع الحكومة، واجبكم الأساس والأول اليوم حسم موضوع الحكومة. طيب أنا البارحة أتابع مثلا إحدى لجان مجلس النواب تفتح ملف مثلا عقود التراخيص النفطية، عظيم ممتاز ما عندنا إشكال، لكن عقود التراخيص أولا هاي عمرها أكثر من 10 سنوات وعملوا بها عدد كبير من الوزراء،
عندما نقول كان هناك سوء إدارة والعراق خسر كذا، هل هذا رأي خبراء لو رأي هكذا يأتي؟ عندما يقال مثلا أن العراق كان يجب أن ينتج 12 مليون برميل في 2017، طيب هذا اللي يقول مثل هذا الرأي غير مختص، لأن في 2013 تبذلت كل العقود وسقوف الإنتاج انتقلت إلى 2030 في معظم العقود، 2025 2030 أكثر من 2030، والسقوف نزلت وصارت معدلات أخرى جديدة وتغيرت كل المسائل. فنتيجة هذا الشيء والله يجب أن نحاسب وزراء. طيب هي الحكومة حكومة تصريف أمور يومية، أنت تحاسب وزراء صار لهم 10 أشهر أو 12 شهر في هذا الموضوع، والملف أمره من 2009 يعني 11 سنة، شنو مسؤوليته مع عقود التراخيص؟ ما عنده مسؤولية. ودزوها للنزاع، هاي كلها تصعيد تهيج رأي بدون فائدة معينة، بدل من تعاون سلطة تشريعية مع سلطة تنفيذية. قبلها أثيرت مسألة الناقلات وتبين أن موقف وزارة النفط كان موقف سليم، لأن وفر ملايين الدولارات وأصبح يباع البرميل أو الطن، يباع بالطن النفط الأسود بأكثر من $100 عما كان يباع عنا سابقا. فالمسألة إما تطرح بكلياتها وكاملة حتى الرأي العام يطلع عليها، أما طرح جزء من عدها، فما أعتقد هذا صحيح ولا يساعدنا حقيقة في أعمالنا. أيضا الموضوع يتعلق اليوم بالملف الأمني وقرار مجلس النواب بانسحاب القوات. أكو إجماع وطني أن هذا الملف هو بيد الحكومة، والحكومة يجب أن تعطى فرصة للتفاوض والبحث. إحنا ما نريد نخرج من هذه المسألة ونزيد أعدائنا، لا، إحنا نريد نعزز صداقاتنا. الهدف ليس زيادة الأعداء وليس الدخول في تصادمات، وإنما زيادة الأصدقاء. إحنا نريد الصداقة مع جميع العراق ينطلق وينتعش ويصبح مسالم بصداقة الجميع. وحصلت أشياء، قصف السفارة مثلا أدناه مباشرة بدون تردد وسميناه عدوان بدون تردد. أي عمل خاطئ إحنا نقف بوجهه من أي طرف إجا، ونتكلم عن حقوق العراق وسيادة العراق. نلاحظ أن هناك منطق جيد يتطور خلاف ما كان عليه الأمر قبل فترة من الوقت. هناك تفهم لموقف الدولة العراقية داخلياً وخارجياً، والاتصالات الجارية الرسمية مع أعلى القيادات في كل الأطراف، لدى كل الأطراف، مع الجمهورية الإسلامية، مع الأردن، مع السعودية، مع تركيا، مع أمريكا، مع أوروبا، مع الناتو، مع القوات، على أعلى المستويات حقيقة النقاشات تتطور إيجاباً، وهناك تفهم متزايد لدور الحكومة العراقية والدولة العراقية، وتفهم متزايد لمتطلبات هذه المرحلة، أن العراق يحاول أن يهدئ، يحاول أن يهدئ. أنا أعتقد أن الجميع راغب في التهدئة، مستوى التحديات الموجودة، لو كان هناك رغبة في التصعيد لدى أي طرف، سواء كان لدى إيران أو لدى أمريكا أو لدى أوروبا، حقيقة كان الآن دخلنا في حرب، لأن يعني أعلى من هذا المستوى من التحديات بعد ما أكون. بس الرغبة عند الجميع هو عدم الذهاب إلى حرب مفتوحة، لأن الكل يعرف أن الجميع سيخسر في هذا الحرب. وطبعا كنا نتفق عليه أن العراق هو البلد الأساس اللي من مصلحته أن لا نذهب إلى مثل هذه التصادمات، لذلك العراق يحاول أن يعمل المستحيل للتهدئة ويعمل كل ما بإمكانه حتى يقدر أن يهدئ الأطراف ويوصل رسائل إيجابية، مع الحفاظ على سيادة العراق واستقلال العراق وموقف العراق وقرارات العراق، يحاول أن تجمع صداقات جديدة وتجمع دعم أكبر للعراق، وليس خصومات، وليس أن يكون العراق ساحة قتال أو ساحة حرب. فإحنا دخلنا في مباحثات مع الأطراف المختلفة،
والمباحثات لح تزداد، لأن أكو استطلاع نوايا، أكو معرفة موقف الآخرين ماذا سيكون، حتى نجمع بين متضادات نقدر أن نؤدي بها الدور. لكن بدأنا، مو سنبدأ وإنما بدأنا في البحث، وكل يوم لح تسمعون عن مبادرات جديدة في الاتصالات ونقاط أخرى تطرح، ولح نخليكم على اطلاع أول بأول في هذه الأمور. شكرا جزيلا.